السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي تلاميذ السنة الرابعة متوسط. إذا بالأمس قمت بنشر فيديو شرحت فيه درس تفاعل محلول حمضي مع معدن، وقدمت المثال الأول متعلق بتفاعل محلول حمض كلور الماء مع معدن الحديد. اليوم سأقوم بشرح تفاعل محلول حمض كلور الماء مع معدن الألمنيوم، لأن في معادلة تفاعل محلول حمض كلور الماء مع معدن الألمنيوم هناك صعوبة في الموازنة. إذا التجربة: نضع قطعة ألمنيوم في كأس زجاجي، ثم نضيف إليها كمية من محلول حمض كلور الماء. إذا نلاحظ في الرسم هنا لدينا قطعة ألمنيوم موضوعة في كأس زجاجي، أضيف لها قطرات أو كمية من حمض كلور الماء. الملاحظة ماذا سنلاحظ؟ إذا عندما يختلط حمض كلور الماء مع قطعة الألمنيوم، ملاحظة مباشرة نلاحظ حدوث فوران مع تصاعد فقاعات غازية. إذا الملاحظة: حدوث فوران مع تصاعد فقاعات غازية. الآن هنا المحلول الذي سيظهر لنا هو عبارة عن محلول جديد، إذا نقول وظهور محلول جديد، وظهور محلول جديد. هذا فيما يخص الملاحظة. الآن ننتقل إلى الكشف عن الناتج. للكشف عن الناتج نقوم بتقريب أولا عود ثقاب مشتعل، فتحدث لنا فرقعة خفيفة. يدل على ماذا هذا؟ يدل على أن الغاز المنطلق هو غاز ثنائي الهيدروجين. إذا نكتب الملاحظة الأولى أو الناتج الأول. إذا الغاز المنطلق هو غاز ثنائي الهيدروجين H2 الذي نكشف عنه بتقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة الكأس أو الأنبوب، فتحدث فرقعة خفيفة. الآن سنتعرف أو سنستنتج اسم المحلول الناتج. إذن اسم المحلول الناتج. إذن لمعرفة اسم المحلول الناتج نقوم بوضع كمية من المحلول الذي نتج لنا في أنبوبي اختبار. إذن نضع المحلول أو محتوى المحلول الناتج في أنبوبي اختبار. إذا الأنبوب الأول والأنبوب الثاني، نضع كمية من المحلول الناتج هنا. إذا المحلول الناتج، ونضع كمية من المحلول الناتج هنا. إذا نفس المحلول نقسمه في أنبوب اختبار. إذا المحلول الناتج نضيف إلى الوعاء إلى أنبوب اختبار الأول أو الوعاء الأول، نضيف إليه قطرات أو كمية من هيدروكسيد الصوديوم أو ما يسمى بالصودا، الصودا NaOH. مباشرة نلاحظ هنا تشكل راسب أبيض، تشكل راسب أبيض. والراسب الأبيض مع اسم الكاشف هيدروكسيد الصوديوم يعني وجود شوارد الألمنيوم اللي هي Al3 موجب. الآن نذهب إلى الأنبوب الثاني. في الأنبوب الثاني نقوم بإضافة قطرات من نترات الفضة، فيظهر لنا راسب أيضا أبيض، راسب أبيض، ولكن الفرق ما بينه وما بين هذا راسب أبيض هي السود
في وجود الضوء. وهذا الرسم الأبيض يدل على وجود ماذا؟ على وجود شوارد الكلور. سؤال موان. إذا انطلاقا من الشوارد الموجبة والشوارد السالبة، ما هو اسم المحلول؟ إذا اسم المحلول هو كلور الألمنيوم. إذا اسم المحلول الناتج هو محلول كلور الألمنيوم. نكتب صيغته الشاردية. إذا نفتح قوسين، علامة موجبة في الوسط، ألمنيوم الشاردة الموجبة على اليسار والشاردة السالبة على اليمين. الموازنة الآن ثلاثة موجبة هنا لدينا سالب واحد، إذا نضرب الكلور في ثلاثة. الآن ننتقل إلى نمذجة هذا التحول الكيميائي أو هذا التفاعل الكيميائي بمعادلات كيميائية. إذا نبدأ أولا ب معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغة الشاردية. إذا دائما في درس تفاعل محلول حمضي، معناه محلول حمض كلور ماء مع معدن، أي معدن كان، المعادلة تكون كالآتي. إذا تكون كالآتي: معدن زائد حمض كلور الماء، دائما تعطينا الناتج كلور معدن زائد غاز الهيدروجين أو غاز ثنائي الهيدروجين. إذا هذه قاعدة، هذه خذها قاعدة، دائما في تفاعل محلول حمض كلور ماء مع معدن الناتج يكون كلور معدن، المعدن اللي دخل في التفاعل، زائد غاز الهيدروجين. هيا نبدأ نديره في المعادلة. إذا ما هو المعدن الذي قمنا بوضعه في الكأس الزجاجي؟ هو الألمنيوم. إذا Al زائد، نكتب الحالة الفيزيائية مباشرة، إذا Al في حالته الصلبة ألمنيوم. حمض كلور الماء صيغته H موجب زائد Cl موان سهم. كلور معدن معناها نفتح قوسين، كلور Cl موان، المعدن اللي عندنا هنايا هو الألمنيوم الثلاثي، والموازنة كما قلت سابقا إذا مضى هنا ثلاثة، زائد ماذا؟ زائد غاز ثنائي الهيدروجين معناها H2. إذا هذه هي معادلة التفاعل الكيميائي. الآن سأنتقل إلى الموازنة. في الموازنة كما قلت سابقا نوازن نوع الذرات بنوع الشوارد، لأن الشريدة ما هي إلا ذرة. نقارن ما بين الألمنيوم والشريدة الألمنيوم، لأنها الشاردة ما هي إلا ذرة فقط تكتسبت بغض النظر أو بدون مراعاة عدد الشحن الموجبة أو السالبة. إذا نبدأ الألمنيوم، نبدأ في هذه المعادلة نبدأ بشاردة كلور حتى تسهل علينا العملية، نبدأ بشاردة كلور. إذا كم لدينا من شاردة كلور في المتفاعلات؟ لدينا واحد. الآن نذهب إلى النواتج، لدينا ثلاثة. إذا سنضرب أو سنقوم بضرب هذه الشاردة في ثلاثة، ولكن لا نقوم بموازنة داخل القوس كما قلت في الدرس السابق. داخل الأقواس لا نكتب شيء، إذا سنوازن خارج الأقواس، معناه ثلاثة سأضعها هنا ثلاثة. إذا كلور ثلاثة، كلور ثلاثة، كلور. الألمنيوم واحد، ألمنيوم واحد. الآن نشوف الهيدروجين، ثلاثة أيضا نقوم بنشرها على شاردة هيدروجين، ثلاثة هيدروجين وهنا لدينا اثنان. إذا ما هو العدد الذي أضربه في اثنان حتى أتحصل على ثلاثة؟ هو في الحقيقة لا يوجد عدد، إذا يوجد عدد بالفاصلة واحد ونصف، ولكن إحنا نعرفه باللي الجزيء يكون يا إما جزيء واحد أو اثنين، لا يوجد جزيء ونصف. هذا شيء بديهي معروف. إذا ماذا أفعل حتى أزيل الواحد ونصف هذه؟ سأقوم بضرب كل المعادلة في اثنان. إذا هنا واحد معناه تصبح اثنان، هنا ثلاثة معناه تصبح ستة، هنا واحد معناه تصبح اثنان، وهنا واحد ونصف تصبح ثلاثة، وأكون بهذا قد وزنت المعادلة. إذا الحالة الفيزيائية هنا محلول مائي، هنا محلول مائي، وهنا غاز.
هذا فيما يخص معادلة التفاعل الكيميائي بصيغة الشاذبية. الآن سأنتقل إلى المعادلة المختصرة. كما قلت بالأمس في الدرس السابق، المعادلة المختصرة هي كتابة المعادلة الكيميائية بصيغة شريدية ولكن بدون ذكر الأفراد الكيميائية الخاملة أو المتفرجة، أي بدون ذكر الشواذ المتفرجة. المتفرجة معناه لم تدخل في التفاعل، كما دخلت في المتفاعلات خرجت في النواتج، لم تؤثر في هذا التفاعل. إذن لو نلاحظ هنا أن شاردة الكلور هي التي ستكون شاردة متفرجة. إذن سأقوم بنشر أولا 6 في شاردة الهيدروجين وشاردة الكلور وأيضا 2 ونقارن. إذن نبدأ، لدينا 2 ألمنيوم زائد 6 هيدروجين شاردة الهيدروجين زائد 6 شاردة الكلور سهم، 2 شاردة ألمنيوم ثلاثي زائد 2 في 3 6 شاردة الكلور زائد 3 آش 2. إذن نتابع في المتفاعلات أن الألمنيوم دخلت ذرة وخرجت شاردة، معناه حدث عليها تحويل أو طرأ عليها تحويل، أي تحولت من ذرة إلى شاردة، معناه دخلت في التفاعل. هنا لدينا شاردة هيدروجين، كانت المتفاعلات شاردة أصبحت ذرة وبالتالي أصبحت غاز، معناها تحولت. هنا شاردة الكلور كانت شاردة وخرجت على شكل شاردة، معناها هذه هي الشاردة المتفرجة، نقوم بإزالتها وتصبح المعادلة النهائية 2 ألمنيوم زائد 6 شوارد هيدروجين ساهم 2 شوارد الألمنيوم الثلاثي زائد 3 آش 2. ولا ننسى الحالة الفيزيائية، الألمنيوم سوليد آش موجب معناه من محلول مائي، محلول مائي غاز. إذن وهذا هو شرح هذا الدرس. وفي الأخير سأذكر لكم ملاحظة، هناك بعض المعادن التي لا تتفاعل مع حمض كلور الماء، مثل معدن النحاس وأيضا الفضة وأيضا الذهب. معناه إذا طرح عليكم سؤال في الاختبار أو حتى في الشهادة عن تفاعل معدن النحاس مع حمض كلور الماء، يقول لك ماذا سيحدث؟ يكون الإجابة لا يحدث شيء. التعليل لأن النحاس لا يتفاعل مع حمض كلور الماء، وأيضا بالنسبة للفضة والذهب. إذن وفي الأخير أتمنى أن يكون الشرح واضح ومبسط، وأي سؤال أو استفسار اترك تعليق أسفل الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.